مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: هل من الضروري نزول إفرازات وقت التبويض لحدوث الحمل؟ تساهم إفرازات التبويض أو إفرازات عنق الرحم في تقدير مواعيد التبويض خلال الدورة الشهرية، كما تلعب دورا مهما في وصول السائل إلى البويضة لتلقيحها. ويجدر بالذكر أنه من الطبيعي انخفاض معدل إفرازات التبويض لدى بعض النساء، كما أن المرأة قد لا تتمكن من ملاحظة هذه الإفرازات. أود الإشارة إلى وجود عدد من العوامل التي قد تؤثر على معدل إفرازات التبويض بشكل مؤقت، مما يستدعي تساؤل العديد من النساء عن سبب اختفاء إفرازات التبويض أو انخفاضها. يجدر بالذكر أن انتظام دورتك شهرية يعني في الغالب عدم المعاناة من اضطراب صحي يستدعي القلق، ولكن في حال استمرار ملاحظة عدم إفرازات التبويض، حينها يجدر عليك استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية وتقدير سبب توقف الإفرازات. كما قلنا، هناك أسباب تؤدي إلى اختفاء إفرازات التبويض في عنق الرحم، وتتجلى في وجود اختلالات هرمونية غالباً ما تؤدي إلى مشاكل في التبويض وفي إفرازاته. أيضاً بعض الآثار الجانبية للأدوية من الممكن أن تؤثر سلباً عن إفرازات التبويض وأن تجفف مخاط عنق الرحم أو تقلل من جودته. كذلك الإصابة بعدوى بكتيرية تؤدي إلى اختفاء إفرازات التبويض أو تقليلها. كذلك استخدام الغسل المتكرر والذي يعمل على إزالة مخاط وإفرازات عنق الرحم. ولا ننسى عدم التوازن الهرموني والذي يؤدي إلى نقص في إفرازات التبويض. والسبب في عدم وجود هذا التوازن هو المشاكل في توازن الغدة الدرقية أو مشكلة تكيس المبايض. فالإفرازات التي تنزل في فترة التبويض تعتبر مؤشراً أو علامة موجهة على حدوثه، لكنها ليست علامة مؤكدة، فوجودها لا يعني بأن الإبادة قد حصلت بشكل مؤكد، كما أن غيابها لا يعني بأن الإبادة لم تحدث. فأفضل مؤشر على حدوث التبويض هو انتظام الدورة الشهرية،